هنبتدي فقرتنا النهارده بالصفحه الرسميه للنادي الاهلي على الفيسبوك. كل نعت محمد ممدوح احد مشجعي النادي الاهلي اللي توفى في حادث ونشرت صوره ليه وكتبت: كنت دائما خلف الكيان وفي ساعه الرحيل لست وحدك، قلوب عاشق الاحمر في موكبك. رحل محمد ممدوح ولكن ستبقى رائحه العطره في كل مكان، لن ننساك. كمان نشر محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تويتر صورة لمحمد ممدوح وكتب: ربنا يرحمه ويغفر لي، كفاية محبة وكلام الناس عليك، ومن ضل مخلصا مثلك في انتمائه وجب علينا جميعا الإخلاص له للنهاية. ربنا يصبر أهلك ومحبيك يا محمد. أما وليد سليمان لاعب النادي الأهلي نشر صورة على تويتر مكتوب عليها: إن لله وإنا إليه راجعون، وكتب: عمتي في ذمة الله، أسأل الله لها الفردوس الأعلى. أكيد طبعا كلنا بنعزي كابتن وليد سليمان وبنشاركه حزنه البقاء لله، إن شاء الله تكون آخر الأحزان. ومن الأحزان والنعي في بداية جولتنا في السوشيال ميديا نروح بقى لمايكل ليندمان مخطط الأحمال السابق في النادي الأهلي، واللي وجه رسالته على تويتر لجمهور النادي الأهلي. كتب: شكرا لمجلس إدارة النادي الأهلي على الوقت اللي قضيته، وأنا ممتن أني قابلت زمايل وأصدقاء جداد، وممتن لحب جمهور النادي الأهلي اللي خلاني أحس أن في بيتي وجزء من أسرة النادي الأهلي الرائعة. خليكوا إيجابيين ودعموا اللعيبة زي ما الأسرة بتحتم على أفرادها أنهم يدعموا بعض. الأهلي الحديد. كمان هنروح لفوز ليفربول على واتفورد 3-0 في البريمير ليج. محمد صلاح نجم ريتس ومنتخبنا الوطني الأول أحرز الهدف الأول. نشر صورة لي من المباراة على تويتر. كمان نشرت صفحة فوري أمج على الانستجرام صورة لاحتفال محمد صلاح بهدفه في واتفورد وكتبت: الفرعون المصري جاهز للاحتفال. كمان نشرت صفحة يلا كورة على الانستجرام صورة لمحمد صلاح وكتبت: الكل يسقط أمام الملك. كمان نشر فيرمينيو لاعب ريتس صورة لي على الانستجرام من المباراة وكتب: فوز كبير يا ولد. نشر خيمس ميلنر صورة من المباراة على تويتر وكتب: بداية مثالية لأسبوع كبير، باريس هي المحطة القادمة. شيردن شاكيري نشر صورة على تويتر وكتب: فوز مهم اليوم، أحسنتم يا رجال. نشر كمان حارس الريتس صورة على تويتر وكتب: فوز صعب خارج ملعبنا، تستحقون أيها الفتيان. كمان هاري كين نجم توتنهام فاحتفل بالفوز على تشيلسي 3-1 وأحرزوا الهدف الثاني للسبيرز ونشر صورة من المباراة على الانستجرام وكتب: يا له من أداء، استمتعوا بليلة السبت. كمان نشر داريالي لاعب توتنهام صورة من الاحتفال بالهدف الأول على تويتر وعلق: ليس هناك شعور أفضل من ذلك. نشر كمان موسى سيسوكو لاعب توتنهام صورة من المباراة على تويتر وكتب: فوز كبير اليوم في الدربي، أداء رائع من الفريق كله، شكرا على دعمكم، الآن كل التركيز على دوري الأبطال. أما سيرخيو أغويرو نجم المان سيتي فكتب على تويتر بعد الفوز الكبير على ويست هام 4-0: أداء قوي مرة أخرى من الفريق بأكمله للحفاظ على الصدارة، والآن إلى تحدي الثلاثاء في دوري الأبطال. كمان نشر برناردو سوفا لاعب المان سيتي صورة من المباراة على تويتر وكتب: 3 نقاط أخرى، أداء رائع من الجميع. نيكولا أوتوماندي لاعب المان سيتي على الانستغرام نشر صورة من المباراة برضو وعلق وقال: فوز آخر و3 نقاط جديدة، أحسنتم. كمان نشر لروي ساني صورة على تويتر من المباراة وكتب: الاستكمال من حيث توقفنا قبل فترة التوقف الدولي. نشر كمان ديفيد دخية حارس مرمى المان يونايتد صورة على تويتر من مباراة كريستال بالاس واللي انتهت بالتعادل السلبي وكتب: فخور جدا بالوصول للمباراة رقم 250 في البريمير ليج، شكرا مانشستر يونايتد وشكرا لكم جميعا على دعمكم. علقت صفحة جول على تويتر على تعادل المان يونايتد وكتبت: يوم للنسيان في مانشستر يونايتد برغم التعادل. في الدوري الاسباني اتعادل امبارح اتلتيكو مدريد مع برشلونه بهدف لكل فريق، وتعليقا على المباراه نشر سواريز لاعب برشلونه صوره على الانستغرام وكتب: لقد نضلنا حتى النهايه.
كمان في إيطاليا نشرت الصفحة الرسمية لنادي يوفنتوس الإيطالي على تويتر صورة رونالدو من ماتش امبارح قدام سبال واللي انتهت بفوز السيدة العجوز 2-0، وكتبت: رونالدو أصبح أسرع لاعب في تاريخ اليوفنتوس يصل الهدف العاشر في كل المنافسات بعد الظهور 16 دي. كمان كريستيانو رونالدو لاعب اليوفنتوس سوى تعليقا على مباراة امبارح، كتب على تويتر: سعيد أني ساهمت في تحقيق فوز آخر مهم للفريق. كمان نشر ماريو ماندركيتش صورة من المباراة على تويتر وكتب: شرف لي ارتداء شارة الكابتن والاحتفال بفوز مهم، أشكر الجهاز الفني وأصدقائي على ثقتهم، سأبذل قصارى جهدي دائما من أجل هذا القميص. أما صفحة 433 على الانستغرام فنشرت صورة للعيبة الدوري الإيطالي وكتبت: لاعبو الدوري الإيطالي يضعون علامة حمراء على وجوههم لدعم حملة التوعية بالعنف ضد المرأة. كمان صفحة نادي باريس سان جيرمان على الانستغرام نشرت صورة لكافاني مهاجم الفريق بعد الفوز على تولوز 1-0 وكتبت: الهدف رقم 98 لكافاني في ملعب حديقة الأمراء والفوز 14 على التوالي في الدوري الفرنسي. كمان داني ألفيتش نشر صورة على الانستغرام من المباراة وكتب: أسعد يوم في حياتي المهنية. نشر كمان بوفون حارس مرمى الفريق صورة على صفحته على الانستغرام من المباراة وكتب: الآن علينا التركيز في مباراة ليفربول في دوري الأبطال. أخيرا بقى نروح للحساب الرسمي لنادي ميلان الإيطالي واللي نشر صورة على تويتر وكتب: اللاعبون استقبلوا مفاجأة خاصة امبارح، أنا مشجعة عمرها 100 سنة جت في زيارة خاصة لفريق الميلان. مشاهدينا دلوقتي هنطلع معاكم لفاصل قصير ونرجع كمان نستقبل ضيفنا أستاذ محمد باهي الناقد الرياضي في الأهرام.